الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعل أو وزن أفعل. المثنى جعلوا لفظا وهو كلا وكلتا. تقول جاء الرجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومرت بالمرتين كلتيهما. غنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعل. لا تقول جاء الرجلان أجمعان، ولا جاءت مرتان جمعوان. واضح؟ كلتا تكفي. لا تفتقر الى ان تقول بعدها جمعاء واجمعون، ياتي بعد كل. تقول جاء الرجال كلهم اجمعون، وجاءت النساء كلهن جمع او جمعوات. المثنى تكفيه كلتا وكلا. واضح هذا؟ انا قوله وغلى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعل او وزن افعل اقرا. وما من وان تؤكد الضمير المتصل بنفسي والعين فبعد المتصل. اذا اكدت الضمير المتصل، الضمير المتصل بارزا كان او مستترا، اذا اكدته بالنفس والعين اكده اولا بالضمير المنفصل. فتقول زيد جاء هو نفسه. لا تقول جاء زيد جاء نفسه، لا تقول هو. وتقول جئت انت نفسك، جئت انت نفسك. وجئتم انتم انفسكم، والزيدون جاءوا هم أنفسهم، والهندات جئنا هن أنفسهن. واضح؟ وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عن الثاء الرفع. لماذا لجأوا لهذا؟ قالوا لأنه يلبس في بعض التراكيب العربية. لولا ذلك تقول في نحوي هند خرجت عينها، يعني صارت عورة. لكن لو قلت هند خرجت هي عينها ذهب هذا الوهم. وتقول هند خرجت نفسها أي ماتت، لم تقصد هذا. فإذا قلت هند خرجت هي نفسها انتفى هذا وحمل عليه الباب. واضح؟ أنا أقول وتؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع، عنيت ضمير الرفع. وأكدوا بما سواهما، سوى النفس والعين أكد بما سواها كما تريد. تقول الزيدون جاءوا كلهم، والهندات جئنا كلهن، ومرت بالهندات كلهن أيضا من الآخر، ومرت بهم كلهم. لا تقيد بشيء. لكن نحو جاء الزيدون، لا تقول جاء الزيدون هم أنفسهم، لأنهم أعرف من الزيدون، الضمير أعرف من المعرف بأل، لا يقال هذا. تقول جاء الزيدون كلهم، ولا تقول جاء الزيدون هم كلهم. هم أنفسهم لا يقال. جاء الزيدون هم أنفسهم لا يقال. الزيدون لا تأتي بعدهم لأنها أعرف منها، والتابع لا يكون أعرف من المتبوع. واضح؟ تقول جاء الزيدون كلهم، لا تقول هم. جاء زيدون هو نفسه لا يقال. جاء زيد نفسه فقط. أنا قوله وأكدوا بما سواهما، والقيد لن يلتزم، لا يلتزم القيد. نعم. وما من التوكيد لفظ يجي مكررا كقولك درجي. قال التوكيد اللفظي حقيقته أن تكرر اللفظ، ويقع في كلامنا دائما. تقول لشخص ضرب عليك باب ادخل اخرج. وما تريد ان تجيب مكرر كقولي كدر جدر جي. اسمع السلام. ولا تعد لفظ ضمير متصل الا مع اللفظ الذي به يوصل. لا تعد لفظ ضمير متصل الا مع اللفظ الذي به يوصل. لا تعد لفظ ضمير متصل الا مع اللفظ الذي به يوصل. لا تعد لفظ ضمير متصل الا مع اللفظ الذي يوصل. تقول مررت بك لا تقول مررت بك ك. واضح؟ تعيد الباشا. طيب. وتقول انك لا تقول انك ك، تقول انك لا تعيد لفظ ضمير متصل الا مع اللفظ الذي يوصل. واضح؟ كذا الحروف. تقول الكتاب لك لا تقول كتاب لا ك.
أصبري؟ مررت بك لا تقول مررت بك تقول بك بك، وتقول إن زيدا إن زيدا لا تقول إن 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 زيدا، حروف. وشذ من ذلك قول القائل فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء، ولا للما أكد الضمير الحرف دون أن يعيد بالاتصال به. ماشي شاهد. قال الآخر إن الكريم لا يحلم ما لم يرين ما لم يرين من أجاره قد ضيم. إن الكريم لم يقل إن الكريم إن الكريم إن الكريم لا يحلم ما لم يرين من أجاره قد ضيم. إذا أجرت شخصا ورأيت شخصا آخر ظلمه فيذهب عنك الحلم. نعم أنا أقول لك الحروف غير ما تحصل به جواب. أما إذا كان الحرف دال على الجواب لا حرج، كرره دون أن تكرر ما تصل بهم. يقال لك هل قديمتين؟ تقول نعم نعم، جيري جيري، إي إي، لا لا، أهو جيري معناها نعم، جيري. رحم الله المختار بن حامد، المختار بن حامد علامة من أولاد ديمان، من قبيلة في موريتانيا اسمها أولاد ديمان، ولد عام 1315 وتوفي المدينة عام 1414، عاش 99 عاما، شاعر ومؤرخ وأديب. يقول عن نفسه كبرت فعدي عن أم الحويري، أم الحويث رخمها، سويت ترخيم شاذ. كبرت فعدي عن أم الحويري وعن أم الرباب تعيش بخيري، وقل لا للذي يدعو لله وللناهي نعم وأجل وجيري، فمثلك من لداعي الخير يصغي ولا يصغي إلى الداعي لغيري، فإنك إذ تروم وأنت شيخ بنات الغير رمت بنات غيري. رابع بنات